التغيير الجذري في البيئة السياسية والإدارية للدولة العراقية لن يتحقق إلا من خلال المشاركة الفاعلة التي تعطي للمرأة حقها، ولعل من أهم الخطوات التي تعزز هذه المشاركة هي سماع الرأي والرأي الآخر، المحور الذي كان أساس الندوة التي عقدتها لجنة نسوية في غرفة عمليات سائرون لبناء دولة مواطنة ونجاح مشروع الإصلاح. حنشجع على انتخاب النساء وحنشجع بشكل واسع، فكونوا على حذر، حنكون رقيبات شديدات جدا على أدائكم داخل مجلس النواب، لأنه إحنا راح نتحمل مسؤولية التشجيع على انتخابكم. فإذا كان هناك أي خطأ أو وقوف بالضد من قضايانا كنساء لن نرحمكن. عملنا استبانة حول رأي الناخب والناخبة في اختيار المرأة المرشحة أو التصويت للمرأة المرشحة في الانتخابات القادمة. من ضمن الأمور اللي طرقنا لها أنه ما هي المؤسسات الإعلامية اللي ممكن أن تدعم المرأة المرشحة، ممكن تكون ناقلة لصوت المرأة. كان هناك تصويت لمسألة الصحافة الاجتماعية السوشيال ميديا، أضف لذلك كان هناك تركيز على مسألة الندوات، وكان هناك تركيز على مسألة تأثير الأقارب والعشيرة في الاختيار. ولم تختص هذه الندوة بوضع أطر وتوصيات للمرشحات فقط، بل قيمت أيضا عمل النائبات في مجلس النواب، ووصفت أداء بعضهن بالمخيب للأمال والمعارض لحقوق المرأة وللقوانين التي تنصفها، داعية المرشحات الجدد إلى أن يكن على قدر طموح المرأة وقضاياها. التدقيق بالاختيار واختيار المرأة اللي هي متمكنة أنه يعني تؤدي وظيفتها بمجلس النواب اللي هو شقيها التشريعي والرقابي. يعني أنا مثلا أولا خلي أشوف الشهادة مالتها شنو، هل هي قادرة أنه هي تقرأ القوانين وتناقش القوانين وعدها رقابة. فأنا أرجو من الشعب العراقي أن يكون متأني بالاختيار ويسأل عن هذا المرشح سواء كان رجل أو امرأة شنو تاريخه. فيما طالب البعض على هامش الندوة بتشريع قانون العنف الأسري المعطل في مجلس النواب والمضي في تشريعات قانونية وإدارية تضمن عدم امتهان المرأة وتوصلها إلى مراكز فاعلة وقيادية في البلاد. لميس عبد الكريم، قناة الرشيد الفضائية، بغداد.